هروب بشار الأسد أو هربان. سيدي أسماء الأخرس هي كانت بوداع أولادها وكانت عم تبكي ساعتها. والآن أسماء الأخرس وبشار الأسد ووالدتهم ما زالوا بمطار حميمي. وصلني خبر عاجل ومهم جدا من مصادرنا الخاصة بوجود بشار الأسد مع زوجته أسماء الأخرس ووالدتها السيدة سحر العطري بمطار حميمين. وصلوا للمطار بحراسة مشددة وتم تخصيص فيلا داخل المطار لهم. بنفس الوقت كانت في إطاية طيارة عسكرية عم تنقل أولادهم الثلاثة لموسكو لوجهة موسكو حسب ذات المصادر. أسماء الأخرس سلمت مكاتبها لأخواتها إياد وفراس الأخرس وسلميتهم الملف الإيراني كمان. هلأ بشار الأسد وزوجته ووالدتها وين وجهتهم ما حد بيعرف. بعضهم موجودين بمطار حميمين. السبب هو زيارة سرية لروسيا أو إيران. السبب هو غزة أو موضوع تاني. هذا نحن بنوضعه برسمكم أنتم للتحليل. البعض بيدعي أنه بيحكي أنه هروب بشار الأسد أو هربان. هذا بيوضع بيبقى للتحليل نتيجة التهديدات الإسرائيلية نتيجة حرب غزة. أنه كل هذا بيضمن بصير تحت التحليل.